مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ بها مقالا للكاتب علي حسين بعنوان كوميديا رئاسة مجلس النواب. وفي مقاله يتساءل علي حسين بقوله: أليس الواقع الذي نعيش فيه اليوم أغرب من السحر والخيال معا؟ وما هو أغرب من أن يصر قادة الإطار التنسيقي على أن يكون رئيس البرلمان القادم تابعا لهم لا ممثلا للشعب؟ في مقابل هذا الإصرار على تحويل منصب رئيس السلطة التشريعية إلى ديكور مهمته أن يقول نعم ونعم ونعم، منذ قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، ونحن نعيش مسرحية اختيار رئيس للبرلمان، وخلال هذه الفترة وجدنا من ينادي بأن يلغى هذا المنصب. ويضيف الكاتب علي حسين قائلا: للأسف في كل مرة تتحول الانتخابات من منافسة على العمل الخدمي إلى صراع على البقاء، وبدل أن تقرر مثل هذه الانتخابات مدى تطور ثقافة الحكم وقدرة المواطن على الاختيار، فإنها ستقرر مدى استمرار زعامة فلان ومدى أهمية علان. الآن نتابع المزيد. لا نعرف إن كان السياسيون يضحكون علينا أم لا، لكن الأكيد أن هذا التهافت للحصول على كرسي البرلمان لا علاقة له بالديمقراطية ولا بأهم ما فيها، أي العمل من أجل خدمة المواطن. للأسف اليوم معظم الذين يجلسون على كراسي مجلس النواب ينظرون إلى الشعب كمجموعة من التابعين. أنت مواطن صالح ما دمت تهتف للطائفة وتنتخب عقال الرأس وتمنح صوتك لمثيري الطائفية وتهتف باسمهم طوال الوقت وتبتلع خطبهم الملوثة بالجهل والكراهية. في كل دول العالم الانتخابات مهمتها إصلاح أحوال البلاد، فالتصويت في الانتخابات يهدف إلى التطوير وليس إلى التدوير، وبالتالي فإن الإصرار على أن تستمر الوجوه القديمة في تنغيص حياة الشعب وسلب ثرواته نوع من الكوميديا السياسية التي لا يريد لها البعض أن تنتهي. ومن صحيفة العربي الجديد نقرأ مقال للكاتب يدا دليمي يقول فيه عن اختلاف السردية وتشظي الهوية الوطنية في العراق. في متن المقال يقول الكاتب: شعر العراقيون بوطأة غياب الهوية، فعلى الرغم من أن الهويات القومية والطائفية لم تكن غائبة قبل 2003، إلا أنها كانت محكومة بقوة الدولة وقوانينها الصارمة التي تمنع أن تطغى هوية عرقية أو طائفية أو حتى دينية على الهوية الوطنية. بمعنى آخر، كانت الدولة ترسخ الهوية الوطنية بالقوة إن لزم الأمر، فما إن جاء الاحتلال الأمريكي حتى انفجرت الهويات الفرعية في العراق بطريقة لم يسبق لها مثيل، انفجار دفع ثمنه العراقيون قبل العراق الدولة. ويضيف الكاتب: نجحت الهويات الفرعية في عراق ما بعد 2003 في ترسيخ نفسها في ظل سطوة العصابات والميليشيات والقتل وغياب الدولة وقوانينها. تحول الوطن فجأة إلى غابة لم يكن هناك من خيار سوى الاحتماء بالطائفة أو العشيرة أو القومية. قبل أيام ثارت ثائرة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وضع طالبة عراقية صورة لصدام حسين على قبعة التخرج، حتى عوقبت بالفصل من كليتها رغم أنها على باب التخرج، في حين راح عراقيون يستعرضون صور عشرات من الطلاب الذين يرفعون صورة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد مطلع عام 2020، مع تساؤلات عريضة: لماذا يسمح برفع صورة سليماني الذي يراه طيف واسع من العراقيين إرهابياً وقاتلاً، بينما لا يسمح برفع صورة صدام حسين؟ على الأقل إنه عراقي وكان رئيساً للجمهورية،
ليس مطلوباً من النظام السياسي في العراق أن يجمع الشعب على سردية واحدة، ولكن أن يردم الهوة بين العراقيين في نظرتهم إلى الوقائع التاريخية المعاصرة على الأقل، وأن ينزع أكثر صوب شيوع مفهوم الوطن الذي يغفر ويسامح ويكون قادراً على استيعاب الجميع، وأن يبقى هو الهوية بغض النظر عن السرديات الفئوية للأحداث. بخلاف ذلك ستبقى سرديات العراقيين المختلفة مثار تشظ متواصل للهوية الوطنية، تشظ يدفع ثمنه الوطن والمواطن على حد سواء. في صحيفة القدس العربية تساءل الكاتب مثنى عبد الله في مقاله المنشور بالصحيفة قائلا: هل بدأ الصبر الغربي على إسرائيل ينفد حقا؟ يقول الكاتب: الولايات المتحدة لم تقدم أي مشروع إنساني حقيقي يخدم الشعب الفلسطيني، بل هي متورطة بالعدوان عليه. وإذا كان البعض يرى في إعلان جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت في غزة يكون مدخلا للمساعدات الإنسانية يراه خطوة إيجابية وصادقة، فالحقيقة أنها قد جاءت متأخرة جدا. كما يبدو أن هذا المسار يأتي من ضمن خطوات تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية أن تظهر في هيئة غير الضالعة في حرب التجويع القائمة في غزة. ويضيف الكاتب أن صانع القرار في إسرائيل على قناعة تامة بأنه لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا غيرهما من الدول الغربية لديهم الإرادة السياسية التامة بإعلان أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني من خلال عدم السماح بإدخال المساعدات إلى غزة. فجميع الحلفاء قدموا لإسرائيل الغطاء السياسي والدبلوماسي لهذا البرنامج وهذا التدمير المنهجي الكامل في غزة وتجويع السكان فيها. إن حلفاء إسرائيل الدوليين لا يريدون تغيير استراتيجياتهم تجاهها، وإنهم حتى اليوم يرفضون وقف إطلاق نار دائماً ومستداماً. وفي هذا الصدد قال جو بايدن قبل أيام قليلة: إن إسرائيل لديها الحق بالقتال ضد حماس حتى النهاية، والنهاية هنا معناها القضاء على حماس وانتصار إسرائيل، وإن جل ما يريده الحلفاء الدوليون هو أن تغير إسرائيل من طبيعة الحرب، من حرب برية شاملة إلى عمليات جراحية تستهدف قيادات المقاومة، وبذلك تكون كل التصريحات الغربية ضد إسرائيل مجرد احتيال سياسي يوهمون به الداخل والخارج بأنهم مهتمون بمعاناة الفلسطينيين، بينما استراتيجياتهم ما تزال هي هي. وإذا اعتقد البعض بأن فكرة الميناء البحري التي طرحها بايدن بأنها تحول في الموقف الأمريكي فهو واهم، لأن إسرائيل هي من طرحت هذه الفكرة منذ بداية الحرب وقالت إنها يمكن أن تكون بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا دليل على أن الحلفاء الغربيين ينسقون مع إسرائيل في كل تفاصيل الحرب. الآن إلى تقرير جاء في مجلة ألمانية تحت عنوان: إسرائيل جعلت أنظار المسلمين في رمضان تتجه إلى غزة بدلا من مكة. رأت مجلة شبيغل الألمانية أن الرفض الإسرائيلي لنداءات دول العالم ومنها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيرهم لوقف إطلاق النار في شهر رمضان وجعله أكثر أمنا وكذلك تعثر المفاوضات بشأن الأسرى، رأت أن هذا كله مجتمع جعل من غزة المكان الذي سيتوجه له المسلمون هذا العام بعيونهم وأفئدتهم. خلال شهر الصوم المبارك أصبحت غزة محط أنظار العالم الإسلامي، فعندما سيأتي الطعام سيفكر الجميع بالجائعين في غزة، وعندما تجتمع العائلة سيفكر الصائمون بعائلات غزة، ولدى غروب الشمس سيفكر الصائمون بكيفية حياة الناس في غزة وعن رمضان هناك. وتابعت:
كيف يمكنك أن تفطر عندما لا يكون هناك أي طعام تقريباً منذ أسابيع؟ عندما لا يصبح الجوع جزءاً من واجب ديني، بل أصبح منذ فترة طويلة جزءاً من الحياة اليومية. وقالت إن معاناة المدنيين في قطاع غزة كبيرة، حيث قتل أكثر من 30,000 شخص، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وكان الأمل أكبر في أن تتوصل الأطراف المتحاربة إلى وقف لإطلاق النار بحلول شهر رمضان المبارك، وربما كان هذا الأمل عبثاً. والآن هناك مخاوف متزايدة بشأن التصعيد في الأسابيع القليلة المقبلة. ونقرأ مقالا من موقع عربي 21 للكاتب نبهان خريشة بعنوان: هل يتحول العدوان على غزة لحرب استنزاف؟ جاء في المقال: يبدو أن حساب حقل حرب إسرائيل على قطاع غزة ليس كحساب بيادر المعارك فيه، فبعد أكثر من 150 يوما من الحرب لم تحقق إسرائيل هدفها بسحق حماس عسكريا، ومن الواضح أن الحرب على القطاع تتجه إلى حرب استنزاف باستخدام المقاومة تكتيكات حرب العصابات في مواجهة الجيش الإسرائيلي بمدرعاته الثقيلة في مناطق مأهولة، مما يصعب حركته ويتسبب بتزايد عدد قتلاه. وتكتيك حرب العصابات هذا يعتمد على شن هجمات من قبل خلايا مكونة من 2 إلى 5 مقاتلين، ونصب الكمائن واستخدام القناصة مع تجنب المواجهة المباشرة مع قوات الغزو الإسرائيلي قدر الإمكان. إن تحول الحرب في قطاع غزة إلى حرب استنزاف له تداعيات سلبية على مصالح الولايات المتحدة في العالم، وتحديداً في الشرق الأوسط، بل كانت له تداعيات في الداخل الأمريكي خلال 5 أشهر الماضية، حيث ارتفعت وتيرة الانتقادات لسياسة الإدارة الأمريكية، ليس فقط في دوائر الحزب الديمقراطي من التيار التقدمي، بل حتى في أوساط وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً. بحسب مجلة فورين بوليسي التي أفادت بأن العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين يعربون في أحاديثهم الخاصة عن شعورهم بالغضب والصدمة واليأس بسبب التأييد الأمريكي الأعمى لإسرائيل، ورغم انتصار بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ذات الأغلبية العربية والإسلامية، إلا أنه كان انتصاراً بطعم الهزيمة بعد أن خسر أكثر من 100,000 ناخب فيها صوتوا بغير ملتزم على خلفية دعمه الكامل لحرب إسرائيل على قطاع غزة، ولرفضه الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فيه. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم في المعارض الإثرائية تحديدا في المسجد الحرام، حيث الفرصة الثمينة للتعرف على رحلة توثيقية مهمة عن أول بيت وضع لعبادة الله منذ بناه النبي إبراهيم عليه السلام بأمر ربه، وأضحت رمزا حيا لبقاء الحياة واستدامتها. ويتتبع المعرض الإثرائي الملهم تفاصيل واسعة ومتصلة بكعبة المسلمين عن الحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم والحطيم حجر إبراهيم والملتزم، كما اكتست الكعبة المشرفة بابا يصنع لأول مرة من الذهب الخالص. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز جرى استبدال أعمدة جديدة بأعمدة الكعبة الخشبية التي يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام، ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلالها سقف الكعبة وأعيد بناؤه، ورممت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام. ويوجد في داخل الكعبة ثلاثة أعمدة خشبية تحمل سقف الكعبة المشرفة، وهي من أقوى أنواع الأخشاب التي لا يعرف لها مثيل، وضعها عبد الله بن الزبير، يبلغ عمرها أكثر من 1350 عاما. أما أرضية الكعبة المشرفة فهي مفروشة بالرخام وأغلبه من النوع الأبيض والباقي ملون. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صحى نايم وحد الدايم رمضان كريم. اسمي رامي ناصر سالم أبو مطرود، عمري 29 سنة، إلي 15 سنة يعني كنت أصحر لأنه هذا تراث عنا. أنا اللي لفيت من حارة وحارة، أنا كنت أمرق يعني أقول لك إياها، أبدأها من عند جامع البخاري اللي انقصف، أمسكه لعند حي بشارة لعند شارع السلام، أمرق لعند برضك شارع السلام لعند دار عكاشة، وألف هيك لعند الحدبة، كنت ماسك حي كامل. بس السنة هذه يعني مش هقدر، في مناطق مش هقدر أمرقها لأنه انمسحت كثير إبادة وما فيش فيها سكان، ولسه يعني أصحاب الدور في ناس ماتت استشهدت لحتى الآن ما طلعهاش يعني. الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعتي مصحراتي. لازم أنك أنت توعي الناس على الصحور، لأنه في الجوامع فيش صارت وسيلة أنه أدانا نرفع ديك عن الطعام. كنا احنا زيك يعني مخططين السنه هذه انه احنا نلف عليهم، وقبل الاذان ما يجي بربع ساعه نلف ننبه عليهم ارفعوا ايديكم عن الطعام، يا امه خير المنام كف ايديكم عن الطعام، لانه فيش جوامع، الجوامع صارت راحت، ما ظل الجوامع وما ظلش حياه. من أصغر طفل أكبر زلمة، كنت أزعق كل دار باسمه يستنون استني. بس هالوقت يعني أقول لك انكسرت كسرة مش طبيعية، يعني كل تعبي وشقى عمري راح في لمحة بصر، يعني صحيت لقيت ولا حاجة، وقعدت ثلاث أيام تحت الأرض. هذولا كانت أصعب ثلاث أيام أنا عشتهم في حياتي. أنا فقدت أغلى إنسان، طبعاً خواتي وولاد أختي وناس كثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل واحد بيقوله. كان الله في عون غزة وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال هذا الشاب المكلوم. وصلنا إلى الختام، في أمان الله.